أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية المستمرة معكم على مدار الساعة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024. أقل من ساعة تفصلنا على إسدال الستار على اليوم الأول لهذا المشهد الانتخابي. هذا العرس الديمقراطي الذي شهد إقبالا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية، ولأول مرة تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بقضاء إضافيين في بعض اللجان الانتخابية التي شهدت ازدحاما وطوابير، وذلك لتيسير وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين وفق تصريحات المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا شهدت لجان الوافدين إقبالا كبيرا في اليوم الأول، وبالتأكيد كل ذلك يشير إلى وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري في رسم مستقبل البلاد، وأيضا الحفاظ على مكتسبات الوطن في ظل التحديات التي تموج بها المنطقة. وهي رسالة قوية أيضا للعالم بأن المصريين جميعا يلبون نداء الوطن. إذن هي صورة مشرفة تليق بالدولة المصرية وشعب مصر العظيم.